احزن يا دار مهما يطول الليل لابد عرض نهار سايق عليك الله لا تحزن يا دار مهما يطول الليل لابد عرض نهار كفي دموع العين صبرك على اللي صار شيء مت عزيز الضام يوم الزمن لا جار حزنك من حزن فيك لعلي صوت واغني من اغاني سالم بشر ابشر بالخير يا عم هذا مفتاح الدكانة وشوفي شنو ناقص اغراض عشان نجيبها بكره معنا صدق يا عم ابو سالم انا وابوي ما ننسى لك هالمعروف ابد صحيح شو اخبار ابوي وسالم يطلعوا يا عم ويطلعوا ان شاء الله ما يطولوا ان شاء الله هذا مطلق حاط عينه على والله سالم مشتد بسالفه خلف اكثر من لازم ولو عواد يرد علي بس يطلع خلف اطلب له اياها واجوزه ان شاء الله سالم يطلع يا حجي سالم نوال ايه يطلع ان شاء الله يطلع ان شاء الله فكيني من الدواء هذا واغلي لي شويه جعده اذا في عندكم اغلي لك يا جده اغلي لك اللي بدك اياه وين ابوش وابو حامد راحوا راحوا عمي بدهم يشوفوا عقله مشان مشكلة سالم. إيه. سلامتك يا جدة. ليه ما روحوني معهم؟ يا جدة أنا ما صدقت على الله وأنا أشوفك وأقعد معك. خلاص يا عقله فكنا من سالفتك وسالفة الولد. خلينا نشوف شغلنا. أي هو ما في قصة بأم الكروم غير هالقصة؟ أنا ولا قاهرني غير جبر. مطلق قدرت أفرق خشمه. لكن جبر بسيطة. احساب وجاك فكنا من جبر هسه شو قلت خلص خليهم ييجوا وبنتفاهم ما في نتفاهم في انك من بكره الصبح تنزل انت وابوي على عمان وبتنهي المشكله وبتروح للولد بتطلعه طيب وموضوعنا موضوعنا بده حجه حتى نستقيل أنا مستعد أساوي 100 حجة وحجة ما عليك خلاص يا عقلة كل شي بوقته كويس بخاطرك مع السلامة عواد بدأ يفهمني وأنا أفهمه بس أنا أعصابي محروقة وهو برد ما عنده مطلق وغيره حسابهم جاي حتى لو اصلحت مساء الخير يا نوال هلا كايد هلا راح الجماعة لعند عقلة هسه طلعوا وابوي عنده وظن انه موافق الله يبشرك بالخير يا كايد علاش مكيفة ما
ما مش ابوك اللي بده يطلع، سالم اللي بده يطلع هسه. ما هو سالم برضه اذا طلع احنا نفرح له. بدك شيء قبل ما سكر الدكانه؟ بدنا رطل سكر وقيت شيء. قول لابوك الحساب كثر وبدنا نشغل هذا الدكان. انا ما عندي مانع، لكن عاد خلوها لبعد بكره. يوم سالم ينام له ليل زياده وشو بيها؟ عقله رجله على رجلك، بكره يطلع سالم من الحبس ويطلع ولدك من المستشفى، وبعد بكره الصلحه هان عندك بدار، يسلم عليك مطلق وجماعته وتوه السالفه عاد. يا حج فالح، اللي قاله ابو عواد بده يمشي، وبعدين مع هالسالفه. اي خلص عاد يا عقله، وبعدين معك، ما لنا واجب عندك. انتوا على راسي وعيني، لكن عاد عقله عليش اتفقنا خلص. اي انا لحقني شويه مصاريف يا عواد. اللي بتطلبه من مطلق احنا سدادين فيه. بعد بدك شيء؟ خلص، ما دام الامور هيك خلص. بدنا نلحق عمان يا استاذ سلمان. يا الله ما ندري عن الحجة والصر بيها. اي بدي اسوي عشاء للاستاذ سلمان يا ابو حامد. لو بدك تعشي سلمان وغيره ما طلبت اللي طلبته. يلا يا سلمان. يلا بكرة الصبح نتلاقى بالمتصرفية ان شاء الله. لا تتوخر يا عواد، بدي اياه. لاحقك يا حجي لاحقك. السلام عليكم. وعليكم السلام يا حي الله. يا هلا، مع السلامة. تعال جاي. وش اللي سويته؟ ما اتفقنا على هيك؟ خلص يا عواد لا تفضحني قدام جماعتي، صرت قايلهم. مسيك بالخير. مساء الخير. وش اللي وخرك عند عقله؟ ولا اشي. في اشي؟ اقعد، بدي اياك الموضوع قبل ما تنام. خير يا حجي. انا شايف مطلق مهتم بخلف ونوال اكثر من غيره بالقرية، وبكرة سالم يطلع ويرد خلف يطلع، وخايف نوال تطلع من بين ايدينا. العيون عليها كثير. لتب الله، داير على خراب بيتي. يا ريتها بالعين اللي تطرقها. يابا اللي قاعدين نحوش ومش صارف على الدار حتى اتجوز، بعدين لا نوال ولا غيرها ترضى بي ووضعي. ما راح تلاقي احسن منك، انت ولد فالح العواد. بعدين بالنسبة للمصاريف ما عليك، تتدبر. اي هو كل ما اقول لك الموضوع بتقولي تتدبر تتدبر؟ من وين بدها تتدبر؟ يا ولد وطي حسك، عبالك دارنا تنقطع؟ انا ما خلفت غيرك وانت ما خلفت غير كايد؟ يابا كل شيء قسمه نصيب. ما قلت شيء، بس الشرع حلل لك اربعة. هذا اذا كنا مقدرين على مصروف الزواج ومقدرين على العدل بينهم. وانا بصراحه يا ابوي لا مقدر لا على هذه ولا على هذه. هذا اذا بدي اعدل وما في مصاري. هو انت بيقرين اسمها المصاري؟ المصاري المصاري كل اشي يابا. معك قرش بتسوى قرش، معك مية بتسوى مية، وانا ما معي ولا قرش ولا اسوى اشي. من وين اجيب لك مصاري؟ ها عبالك ابيع عباتي ولا اروح اشتغل عند الناس؟ سياق بنت خلف ما عليك، انا دبر اسوق عليه المارس الشرقي سياق لبنته، وظن راح يقبل. اي هي وقفت على سياق بنت خلف؟ انت شايف حالنا؟ ان شاء الله ما في شيء يا حجي، صوتك طالع بهالليل. انت وش مصحيك لحد هسع؟ انضبي جوا انضبي. انا ويش قلت؟ انا ما غلطت بشي. هسع لما القرية على صوتك. عواد استحي على حالك بهالليل. وانت سكتي، وش اللي صحاتش من نومك؟ اخ منك، داير على خراب بيتي وبدك اياني نام؟ هلا هلا ابو صلاح. هلا هلا هلا. مش معقوله زرتنا البركه. يميت اهلا وسهلا. هلا الله يبارك. هلا والله الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. ليش مغلب حالك يا رجل؟ ليش؟ ما في شيء من الواجب، غلبتك راحه. بس صدقني ما دريت غير اليوم الصبح حكيت معاك على ام الكروم، رد علي الشاب اللي بداوم محلك وقال لي شو بنسهر. الله يسلمك يا ابو صلاح. شو بشوف بتلملم فغراضك؟ بدهم يخرجوني هسه. على كل انا حكيت معاك لامر ضروري، حصل خير على كل الاحوال، منكمل عندي بالمكتب.
بالمكتب؟ خير ان شاء الله. ان شاء الله خير. خليني اساعدك. تفضل يا ابو صلاح. يلا ضل لي شيء ثاني؟ لا لا ما في شيء. تفضل توكل على الله. تفضل يا الله. الحمد لله على السلامة يا صبري. الله يسلمك يا ابو عواد. ابن حلال يا صبري. كنت اقول للجماعة بعد ما نخلص من قضية ابن عقلة ناويين نمر عليك. ما تقصر. شلونك يا عقلة؟ هلا. الحمد لله على سلامة الولد. الله يسلمك يا صبري. نسيت اعرفكم. ابو صلاح صديقي من هون من عمان. يا هلا ومرحبا. يا هلا. هلا بيكم. ابو حامد مختار القرية. وابو عواد والاخ عقلة. يا ميت اهلا وسهلا. يلا يا صبري. يلا. تفضل. شو يا عواد؟ اشوفك رجعت. رجعت. وهي كتاب من المدير العام لمدير الموقع. يا بتستلمه يا بروح اسلمه بيدي. لا هات وانا بروح اسلمه. ويلا روح على شغلك. دير بالك. حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. انا بدي الحق مطلق على السجن عشان نطلع سالم وافوت على بيت سلمان، وان كانت الحجه بخير اروحها معه. لا عاد الله سهل عليك، احنا مروحين على مكرو. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. جدة شو مالك يا جدة؟ طلعي لمكتب عطوفة الوكيل. حاضر. في واحد اسمه جبر برا بده اياك. خليه يفوت. حاضر. ايوه ايوه يا زينب. مالك؟ طيب اعطيها الدواء يابا. صباح الخير يا استاذ. طيب طيب يابا. عيني جاي. خير يا جبر؟ بشوفك مش مداوم اليوم. بصراحة يا أستاذ سلمان مانيش مرتاح بالوظيفة. قلت هاجي لعندك بلش غيرت لي هالوظيفة. ليش أنت بطلع لك وظيفة غيرها؟ روح لزق بشغلك وكل من وراء خبز. الحاجة تعبان بدي أروح أشوفها، مش فاضي لك هسه. ماشي ماشي. سلم عليها يا أستاذ. بن 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 بن. عليش يا الصبر. الصبر يا جبر. أنا عواد الفالح، ما تبهدل بهالطريقة هاي. وعشان إيش؟ عشان 12 ليرة آخر الشهر، وأدفع نصين أجر السيارة. آخ، لو أبوي بيبيع شقة الدار، بس أنا بعرف، هذا أبوي وأنا بعرف وما ببيع. عواد، بشوفك قاعد. شو صرت تعبان بعد النهار ما طلع؟ بدي اسالك سؤال واحد بس. خير ان شاء الله. ابوك عنده ارض؟ اي لو ابوي عنده ارض بشوفني تحت الشمس ملطوع وداير ورا اللي مثلك. اي روح على شغلك. روح. هذا هو مراقب عمال بيقول هيك. بسيطه بسيطه. قرار ضم أمي الكروم لعمان وعمل الحزام الدائري عليها جاهز، وهاي فرصة ما بتتعوض. بس ما في حد بأمي الكروم اللي عارف. أنت أدرى مني بوضعه، شوفه، اتحسس الأخبار. ما هو بصراحة إذا الدونم اليوم بسوى 50-100 دينار بكرة بيصير بألف، وأنت إلك نسبة كويسة مني.
وانت وشطارتك بالنسبة لهم. أنا بكرة مداوم إن شاء الله بصير خير. زي ما قلت لك، هاي فرصة ما بتتعوض يا صبري. الله يسلمك يا نوال، شلونك؟ الحمد لله، وشلون ابوي؟ عساه بخير. بخير يا نوال، بخير. ولا يهمك يا نوال، لا تهكلي هم، وانا وابوي موجودين. الله جابكم. يبا يا نوال، هاتي لي كيس حلو وافتحيه ووزعيه على هالعجيان، خلهم ياكلوا ويفرحوا بفرحتنا بطلع السالم. حاضر. يلا هبوا. عقبال ما نوزعوها بطلعة أبوس إن شاء الله. الله يخليك يا عمي، بوجودك إن شاء الله. خذ يا صغير، خذ. عمي يا نوال، هاتي لي كيس حلو واعطيه لعبد الله، خليه يوديه لمكايل. طيب خذ يا عبد الله، وزع أنت، وزع على كل أولاد الحارة. الله يطول عمرك. خذي نفس حجة. كمان. خذي لي نفس كمان مرة. سابيني. يلا. خذي نفس حجة. كمان مرة. طلبي لي أخصائي القلب بسرعة. شو يا دكتور؟ لهالدرجة حالتها؟ والله يا اختي تعبانة كثير. وين؟ وين ابو حامد؟ موجود، موجود يا جدة. ناديه لي اياه، خليه يجي حامد، ودي اشوف. ماشي، ماشي يا جدة. منها حج مثلهم بدائي. الله يودي له الخير. وسالم طلع. طعناني حلو. اطعم اخوانك، لا تاكلوا لحالك. مليح اللي طلع سالم، خليه يصير حجر عثرة بوجه هذول اللي بدهم نوال. اسرع عليك يا خضرة. وفرض انه سالم اخذ نوال وقلت نسوان بملك روم يتجوز منهن عواد، ولا حظك يا خضرة. ولا لو متت ما تدفني غير بملك روم. توكل على الله يا أمي، إن شاء الله شدة وتزول. اسمعني، خليك كبير بين ربعك، ولو تدفع من جيبتك لا تخلي حدا يفوت بينك. لو سمحتوا حجي، بالله استنونا برا شوي.
هلا هلا بموظفين الدولة، هلا بموظفين أم الكروم. هلا بيش. خير، شو بدك تشتري؟ لا لا لا، ما بدي اشتري شيء، أنا جاي أسأل عن أبوك. أبوي بخير، ما هو عندك بعمان، لو إيش ما طليت عليه. إيه عذريني يا نوال، ما بلحق. أوالي، اللي بسمعك بيقول المكتب عندك مليان مراجعين. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله. هو مطلق وسالم ما روحوا؟ قدامك، ما صار لهم وقت. وابو حامد ما روح؟ لا ما روح. شو اخباره مع علي؟ طيب ليش لابو عقله وابنه ما قدرنا نشوف؟ اي صحيح، اليوم كنا عند الاستاذ سلمان الصبح بالوزاره، وقال انها تعبانه وطلع عليها على البيت. ليه ما قلت له احنا بعمان؟ كان ما روح. انا نسيت يا حجي، وانت ما سالت. بعدين يا حجي، أم علي أكلت العمرين مثل ما يقولوا. سد اسمك يا عمار بيد الله. هو طلبي لي سلمان ببيته، خلنا نطمن على أم علي. بدك شيء يا جبر؟ لا ما بدي شيء، والله ما داري شو بي بهالدكان. هلو، بدي بيت الأستاذ سلمان. تلاقيه مسجل قدامك ولا ما تعرف تقرأ؟ هو صبري؟ لا يا جدو، هذا الموظف الجديد. ليش هو صبري طلع؟ طلع من الصبح. هاي يا دكتور، طمنك كيف حال الحجي؟ الحجي تعبان كثير، بدنا نحطها تحت المراقبة. حجي إذا بدكم تروحوا روحوا، والله سهل عليكم، بس خلوا واحد أنت. يابا، خذي عمي أبو حامد وروحوا ارتاحوا، وأنا بضل عندها هون. لا يا زينب، أنا ما أتركها وأروح. يا أبو حامد، هاي زينب عندها وأنت من الصبح على وقف وحدك. يا سلمان، أنا ما أتركها. روح أنت وزينب، وتعال عند المغرب. أبتصل تليفون. ما بصير يا عمو. خلاص اتوكلوا على الله. طيب أنا بوصل زينب للبيت وبرجع لك. يلا يا زينب. ما حدا يرد بدار الأستاذ سلمان يا عمو. معناته أم علي تعبانة بصحيح، بدي اروح اشوف مطلق، لو ادري كان خليت السيارة تستنى. خضرة، وش جاي تساوي؟ اجيت ودي غرض من نوال. وش هو الغرض اللي بدك اياه؟ غرض يا عمو غرض. هسا عواد يروح ما يلاقيك بالدار، والحلال وده علف، لا تتوخري. ان شاء الله ما بي شيء يا خضرة. علامة، سالم. ايه سالم. هلا هلا بعوض. حمد الله على سلامتك. الله يسلمك، تفضل فوت. وين ابوك؟ فوت يا حجي. ما هو وقته هسه، ام علي حالتها تعبان، وابو حامد بعده ما روح، ودار سلمان ما بيها حدا يرد على التلفون. وشو بدك تساوي يا حجي؟ خلي سالم يوصلنا انا وانت لم الجرون، ومن هناك ناخذ سياره لعمان نلحق ابو حامد. عاد كنت ناوي الليله اسوي عشاء لسالم واعزم عليه كل اهل القريه. العشاء ملحوق عليه. يلا يا ولدي، ما بيها صبر للمغرب يا حجي. لا يا سالم، مثل ما يقول عمك ابو عواد. يلا حاضر، خلنا اجيب المفتاح. ابو يجيب عباتي معك. اطلع يا حجي اطلع. يلا هات ايدك جاء. انت شو اللي تقولي يا حرمه؟ صحيح انه ابو عواد معه حق. معه حق؟ انت بدك
بديش تاخذي عواد مني يا نوال؟ ما تخاف الله، بديش تنزعي عشي وعش جوزي وتخربي بيتي. انت انجنيتي يا حرمه؟ انت شو اللي قاعده تقوليه؟ بعدين اذا انا بدي اخذ عواد ولا غيره ما استشيرك. اكيد خلف بالحبس وانت تساوي اللي بدك اياه. اذا ما طلعتي من الدكان يا خضره واستحيتي على دمك غير اروح ادخل على عواد وابوه منك. انت تهدديني يا نوال؟ بسيطه بسيطه، انا طالعه طالعه ومختصره الشر والمشاكل، لكن انا اخذتي عواد مني يا نوال غير عيونك هذول اقلعهن بصابعي هذول. اطلعي برا يا خضره، اطلع برا برا برا. شوفي شو صار؟ طمني يا عمو. هات لي ابوك. الو، ايوه يا ابو حامد. ايش؟ رحمه الله عليها، ادعي لها بالرحمه يا ابو حامد. لا اله الا الله. وين رايح يا ولد؟ بدي اروح العب. روح شوف لي عواد اذا نجا، قول له ابوي بده اياك. لا تتاخر. انت ما داومت اليوم؟ من مداوم؟ انت شايف؟ قصدي بعمان. من خيوه؟ ما بديش اداوم، بطلت الشغل خلصت. يا رجل انت من كل عقلك بتحكي؟ ايسلك حالك شهر زمان عبين ما الله يفرجها. والله بشوف ما احنا ملاقيين الفرج لا هون ولا بالشغل. ما هو وجهك بقطع الرزق، كل ما تروح لشغله وانها اسخن من اللي قبلها. بالله عليك تحل عني. شو رايك نروح انا وياك على صفات البترول بالزرقاء ندور شغل وقولوا بعطوا معاشات كويسه؟ هو عليش هيو؟ على الشهادات الهندسية اللي معاي ومعاك؟ إذا شغلنا بصويلح القريبة من أم الكروم وما هيش أمه في معنى تروح على الزرقاء. بقول لك وجهك بقطع الرزق. الصبر الصبر يا جبر. وين الحجي؟ لعمان. ماني بعرف انه راح لعمان من الصبح. راحوا ورجعوا ومع علي تعبانه وابو حامد مروح. مع من راحوا؟ وداهم سالم لهم يجرون على التركتر. وسالم كمان طلع؟ وابن عقله كمان طلع واجا قبل شويه يسال عنه. عقله بده اياه. ايه. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. ها شلون حالها اليوم؟ الله يرحمها ويوفيها الجنة. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يعوض عليه، يجبر عليه، يعوض عليه. الله يجبر عليه. الله يعوض عليه. كلنا. الله يعوض عليه. الله. يا أبو عبود. بنلحق ندفنها بعد صلاة العصر. نلحق ان شاء الله، الدنيا بدري. سلمان يا اخي خلنا انا وانت نسبوكهم على ام الكروم، نجهز للمرحومه ونصيغها كسوه، وابو حامد وابو سالم يلحقونا بجنازتها. وش رايك يا ابو حامد؟ اكرام الميت دفنه، اتوكلوا على الله. والنعم بالله. ترى عشاكو عندنا. اسمح لي بيها يا ابو عواد وخاطري عندك. توكل على الله. اللي بيكم ابخونا. خلاص عند ابو عواد يا مطلق، اتوكلوا على الله. نعم بالله. يلا سلم عليك. مع السلامة.
يا جماعة الخير، ترى عشان مجبرين عند فرح العواد ببيته، ما حدا يغيب. صباح النور فوت فوت عندك الخير. اجيت اقول لك اني بدي اروح ازور خلف واخذ نوال معي. اجتني هالمسكينه تبكي من الصبح، وان شاء الله قبل الظهر اكونها. الله يسهل عليك وسلم لي عليه. الله يسلمك. بدك ايش من عمال؟ سلامتك. الله يسلمك بخاطرك. مع السلامه. على الشباب كلهم، ما تنساش المديرها. الله يسلمك. مثل ما قلت لك، سلمنا على المدير وقول له الجامدات والسمنات جاهزات، بس صبري يجي على عمان يجيب لك اياهن معاه. الله يسلمك. يلا بخاطرة، موفقين. صباح الخير يا نوال. صباح الخير يا ابو سالم. جهزت حالك؟ صباح الخير. صباح الخير يا سالم. هاي مفتاح الدكان. اخبرنا معاكم العمال. تفضل يا اخوان، تفضل. مكثور الخير. اهلا وسهلا. يلا يا ابو نوال يلا.
الله يصبحكم بالخير. صباح الخير يا هلا. خلكم مرتاحين، خلكم مرتاحين. تعال هون يا عقلة. هلا عقلة، هلا بالمهلي. أنا جاي أقوم بالواجب، جاي أعزمك، بدي أساوي لك غدا أنت وجماعتك. مكثور الخير أبو عواد، سد عن أم الكروم كلها. واجبك كبير يا أبو حامد، وفالح العواد ساوى باسم جماعته. يا عقلة، أنتوا كلكوا واحد، وأبو حامد حلف يمين ما يروح على حدا. يا الله. عقلة، خير يا أبو حامد. الليلة إحنا جايبين مطلق وجماعته، نسلم عليك ونصلحكم. لما يخلص عزم علي، عليش مستعجل؟ عزم علي لحال وصلحتكم لحال. أم علي قبل ما تموت كانت تتمنى إنكم تتصالحوا. ما أنا مفشلك يا أبو حامد، بتمون بخاطركم. مع السلامة. الخلف صارت فاتحة الدكانة، ما تصبر لما عزم علي يخلص. مش هي اللي بتبيع بالدكانة يمه؟ لعد مين يا ولد؟ سالم اللي قاعد يبيع. سالم؟ وين رايح نوال؟ ما سألته؟ راحت مع أبو سالم على العمام، بدها تزور أبوها. روح على مدرستك لا تتأخر. ليش تبكي؟ تعرف أنا عمري ما ضريت حدا، واللي صار أمر رب العالمين. يابا حاسة حالي مقطوعة بدونك، بدي إياك تكون جنبي. خلاص يا بنيت يا نوال، خلاص. إيه، إحنا لو طلع بدينا ما خلينا أبوك ينام ليلة واحدة بالحبس. أنا أشهد إنكم ما قصرتوا، وإن أنا مديون لكم، والله يقدرني على سداد دينكم. هذا واجب يا أبو نوال، وعلى كل حال راح الكثير وما ظل غير القليل. بدك مني ايش يابا؟ بدي سلامتك، وديري بالك على حالك وعلى الدكانه، ولما يصير عندك فضاوه زوري ام علي، تراها ما قصرت معانا عقب وفاه امك. صحيح احنا ما قلنا لك، ام علي عليها رحمه الله. رحمه الله عليك يا ام علي. تعيش انت يا خلف. رحمه الله عليك. يلا يا نوال، يلا يابا. خاطرك يابا. مع السلامه. خاطرك يا خلف. مع السلامة. الحمد لله على سلامتك يا سالم. هلا هلام كاي، الله يسلمك. أنا قلت إنك رحت مع نوال لعمان. يوم كاي، أنا ما صدقت وأنا أروح وأخلص من الحبس، بدك إياه أرجع له. إذا الروحة عشان الحبايب ليش لا؟ هذا بالك فاضي يوم كاي، الله يسمعنا الأخبار الطيبة. ما ظنيت إنها أخبار طيبة يا سار. الله يكفينا شرك، في شي؟ اسمع، كان بدك نوال خلي مطلق يكتب كتابك عليها اليوم قبل باكر. وعليش مستعجلين؟ تيطلع ابوها من الحبس. ابو عواد يستنى بطلعة خلف، بده اياها لجوز اذا ما معك خبر. وانت شو بدي يصير بحالك؟ ما قلتي لي، اخذوا رايك بالموضوع؟ افهم اللي اقول لك اياه. صدقيني يا خضرة، لو اسوي مذبح ابو ملكروم ما حدا ياخذ نوال غيري. بعدين انت من هو قلتش انه خلف يوافق يعطيها لعواد ضر عليك؟ خلف ما له وجه من الختيار فالح، بكره يخجله بكلمتين وتطلع البنت يا شين من ايدك.
وانت لويش مشتدة للموضوع؟ ولا خايف على حالك؟ مين ترضى ضر على حالها يا سالم؟ بسيطة يا بعوات، بسيطة. دخيلك يا سالم لا تجيب سيرة لناس. مرحبا يا استاذ صبري، كيف حالك؟ اهلين اهلين. شو؟ كنك ناسيني؟ ولو حدا ينسى جبر. طق شفكول، طق شفكول. اطلب لنا عمان. عمان كلها؟ اطلب لنا المدرسة الإعدادية بسويلح. انت صاير تشتغل بسويلح؟ شو بدنا نسوي؟ من قلة الشغل. قول لي بسمع أحسن من اللي يشوف. اسمع خيول صبري. يعني أنت ما شاء الله ليك معارف كثيرة وبتعرف ناس كثار. يعني ما بلاقي حواليك شغلة هيش ريحة. أنت بلا مؤاخذة. شو مؤهلك علمي؟ يعني شو معك قراية؟ ها؟ ابتدائي. يعني بتقدر تقول خلصت الابتدائي. أي هو في شغلة ريحة لو واحد يدوب مخلص ابتدائي زيك؟ هاي هو أنا لقيت حد يدريني يا صبري وقلت لا ماني قضيتها حراس برض أبوي الله يرحمه. آه صحيح، ليه ما تقعد برضك وتزرعها مش أحسن لك؟ خيو صرنا سامعين هالقصة من 20 واحد. الأرض الأرض أي صدق لو ألاقي واحد يشتريها لأبيعها من الصبح. حتى لو بدك تبيعها شو راح تجيب لك؟ تجيب اللي تجيبه. المهم أبني لي دار واتجوز مثل الناس واشتري لي قطومة سيارة أروح واجبيها قدام الناس. أنا أشهد إنه معك حق وكلامك كله صحيح. أصلاً هي الأرض شو مسوي لها؟ بعدين أنت بلا مؤاخذة يعني جايبك الكبر الأصول تلحق حالك قبل ما تروح عليه. شو قلت؟ قلت بي شاي سخن. اقعد اقعد بكره يخجلوا بكلمتين وتطلع البنت يا شين من ايدك وانت تتفرج. شهرين وتتعد. لا عاد بيع بيع هاملة. وشو رايك تشوف لي واحد يشتري؟ ها؟ بشوف لك بس اخاف ما يوافق على السعر اللي نطالبه. غالي يا عمي. السعر كويس يا صبري واذا بده يشتري جيبه واحنا مش رح نقصر معك. ماشي انا بشوف لك لكن بدي المخطط والكواشين اذا عندك. يومين ثلاثة وبكون عندك إن شاء الله. خذ هذول دبر حالك بيه. ها؟ لويش هذول؟ لا 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 خيو لا خيو أنا معي معي معي. أوه إحنا بيننا حساب. امسك امسك امسك. اسمع خيو يا صبري ترى هذا الموضوع بيننا. لا يا جبر سرك بقبر. طيب خاطرك ما بدك تحكي مع سويلة. لا خيو هو هاليوم اي خلهم يخصموه. يلا بخاطرك مع السلامة. مين؟
طالبين 120. 20 ضرب 100 يساوي 2000. 2000 احلى. وين تليفونك يا ابو صلاح؟ وين تليفونك يا ابو صلاح؟ ابو صلاح ابو صلاح ابو صلاح ابو صلاح ابو صلاح, أبو صلاح. صباح الخير يا ابو سالم. صباح النور يا ابو حامد. اتفضل فوت. شوفي بالمجلس اليوم صرنا زمان ما اجتمعنا. اجتنا كتب من الوزاره وبدنا نطلع الاعضاء عليها اليوم. اي ساعه الاجتماع؟ العصر لما نروح الاعضاء. فوت. بدي اروح لعمان اطلع مخططات لارضي وارض سلمان اللي قبال القريه. المخططات لو ايش؟ شو ناويين يسووا فيهم؟ بدنا نقدم لوزارة الزراعة والأشغال، بلكي فتحوا لها طريق. والله مو غلط، على بركة الله. بدك اشي من عمان؟ لا سلامتك، بس مر على خلف، محبوسيته قربت تنتهي. لو الحاكم ما رد الاستئناف كان طلع زمان. يلا سلام عليكم. مع السلامة. المخططات والكواشين اليوم ما بقدر ألح عليه كثير، بخاف يبطل. إذا مصر على 110 أنا بشتري، أقول لك لغاية 115. إذا بجيب لك المخططات اليوم احكي معي على السريع، أنا بجيك لأم الكروم. بستنى منك تليفون، فاهمني؟ مع السلامة. مع السلامة. يا حبيبي تزبط هالبيعة في 1500 دينار. شوي 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 شوي. بس خلاص. يا يظهري. آخ. آخ يظهري. متى هالعيشة اللي تقرف؟ متى بدي أظلي عامل وعتال اسمنت؟ متى؟ هذا اللي الله قاسمنا. تحمل تحمل يا ابن الحلال. تحمل تحمل. أجيب لك تأكل؟ لا ما بدي. مطلق مرهون وكل عدك اجتماع بالمجلس. Oh, my God.